مرحبا بكم. الصحة هي الشيء الأكثر قيمة الذي يتعين علينا الحفاظ عليها، لذلك من الأفضل أن نتحقق من كافة الأعراض التي تظهر على الجسد للتغلب على المشاكل الصحية المختلفة، حيث يمكن أن يصاب الجسد بمرض خطير دون أن يتم ملاحظته إلا في مراحل تطوره. سنتعرف في هذا الفيديو على العلامات التي تظهر على الأظافر وتشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة. ولكن أولاً مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد من قناتنا حقائق وأسرار. إذا كان التغيير في البشرة وظهور الفطريات يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية، على سبيل المثال عند ظهور كدمة جلدية مفاجئة أو منتفخة أو حمراء، فقد تكون علامة على مشكلة مرضية خطيرة، وبالمثل ظهور الخطوط والبقع السوداء فجأة على أجسامنا يمكن أن يكون دليل على بدايات المرض. هناك حقائق مخيفة في كل مرة تظهر فيها البقع السوداء، وهذه المرة كانت القصة داخل صالون تجميل ببريطانيا. فخلال يوم عمل بصالون التجميل، اكتشفت إحدى العاملات والتي تدعى جين سكينر علامات سوداء تدل على مرض خطير قد أصاب زبون لديهم تدعى ليزا، وذلك خلال تنظيف وطلاء أظافرها. أوضحت سكينر في منشور على فيسبوك أن ليزا طلبت من سكينر لونا يغطي خطا عموديا داكنا يمتد أسفل ظفر إصبع الإبهام، ولكن سكينر أدركت على الفور أن هذا الخط أكثر من مجرد كدمة في الأصبع، وأخبرتها أنها بحاجة لرؤية الطبيب على الفور. كان حدس سكينر صحيحاً، فبعد فترة اتصلت العميلة لتقول أنها مصابة بسرطان الجلد، والذي انتشر بالفعل في العقد الليمفاوية. فقد تلقت ليزا عدة جلسات لتنظيف الأصابع وطلائها في أماكن عدة، وكل مرة كان يوجد تعليق على هذه العلامات السوداء التي تظهر على أظافرها، وكان من المعتقد أن ما تعاني منه هو بسبب نقص عنصر الكالسيوم بالجسم. ولكن مع ازدياد الشكوك، تم الاقتراح على الفور من قبل أصدقائها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، في حين أن هناك الكثير من تغيرات الأظافر غير الضارة تماماً، فإن هذا النوع من الخطوط يمكن أن يكون علامة على نوع من الورم الميلانيني يسمى الورم الميلانيني اللاصق، والذي مع الوقت يتطور ويتحول إلى مرض سرطان الجلد ليهاجم باقي أنسجة الجسم. قد يلاحظ البعض ظهور علامات مشابهة تحت الأظافر، ولكن ليست بالضرورة أن تكون لها علاقة بالورم الميلانيني. سيكون من الأفضل زيارة الأطباء بأقصى سرعة للاطمئنان. يعتقد الأطباء أن سبب ظهور الورم الميلانيني عند الأظافر نتيجة لاستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية خلال جلسة تجميل وطلاء الأظافر التي يمكن أن تضر الجلد في ثوان، مثل ما حدث مع كارولينا جاكسو ملكة جمال ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت إصابتها بمرض سرطان الجلد نتيجة لحبها تزيين أظافرها بأحدث التقنيات بالأشعة فوق البنفسجية، وللأسف الشديد للتخلص من هذا الورم يتطلب عمليات جراحية لاستئصاله، ثم بعد ذلك إعادة الفحص الطبي للتأكد بأنه تم التخلص منه نهائيا ولن ينتشر مرة أخرى خلال أنسجة الجسم. يفضل استشارة الأطباء في أي أعراض مشابهة أو غيرها للتأكد من الحالة الصحية والاحتواء أي أضرار صحية إن وجدت. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.